دفاع. العب يا برنس. خشب يا غشيم. وانت غشيم في كل حاجة حتى في الطاولة. تعمل ايه بقى ارزاق؟ راحت عليك العشرة يا حلو. ايه ده؟ انت بتسلمنا رحيم؟ اثبت يلا. انت عبود يالا؟ خير يا باشا، في ايه؟ كنت جايب رجالتك واقفل الحاره ليه؟ ما حصلش. هو ايه اللي ما حصلش؟ الراجل لما عرف اني خرجت من السجن جه حييني، رقص شويه هو ورجالته، بعد كده مسكوا طريق. فتش الواد ده. تشرب يا باشا. ولا بدوي عمرك رحيم باشا، هات واحد شاي كارف ميه للباشا بسرعه. بس كده عنايه يا باشا. وشوف الرجاله تشرب ايه. حاضر. اصل ما ينفعش يا باشا تيجي انت والرجاله لحد رحيم السيوفي الا لما يتعمل معاكوا احلى واجب. يلا رجاله. نورت يا باشا. الموبايل طلع مسروق. كنت متوقع حاجه زي كده، بس على الاقل لو عرفنا مسروق منين ممكن ده يقربنا شويه. انسى معاليك، عارف مسروق منين؟ من شارع ورا الاسم، صاحبه هو بيعمل البحضر، كان الموبايل في ايد داليا متفرمط ومحطوط له شريحه. ناس محترفين دول ما بيهزروش. عموما انا اتقص على ابوها، صعب يكون هو. كميه المخدرات اللي لقوها في مكتبها بفلوس كتير قوي، وهو يعني ظروفه تحت الصفر. يبقى اكيد حد من اللي بيروح لها المكتب هو اللي زائلها الحاجة. ودي برضه حاجه تفوتني، انا بعت استدعي كل العاملين في مكتبها علشان يتحقق معاهم، ما عدا شخص واحد ما جاش ومش عارفين نوصل له. مين؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه هنا؟ حاضر جاية. انت؟ انت جاي ليه؟ عاوز فلوس؟ لا، انا جاي عشان اطمن على بنتي. بنتك؟ اطمن عليها بعد ايه؟ بعد ما ضاعت؟ يا ريتك كنت انت اللي اتقبض عليك وارتحنا منك. قد كده بتكرهيني؟ ده انا جوزك وابو بنتك. طليقي؟ لسه فاكر بنتك؟ كنت فين لما رحت اتجوزت الزباله اللي ضيعت عليها كل فلوسك؟ كنت فين وبنتك بتشتغل وتستلف عشان تكمل دراستها؟ كنت فين؟ امشي حامل، امشي. انا مش همشي الا ما اطمن عليها. روح لها. للاسف هي هتفضل اسمها مرتبط باسمك طول العمر. روح لها الاسم ولا تلاقيك خايف تقرب منه. طب يا هلا، انا كنت عايز اقول لك على حاجه. انا كنت بروق الاوضه. وقف عندك يا بنت، انا لسه ما خلصتش كلامي. يا اختي انت كنت بتدور على فلوس رحيم مش كده؟ اللي انت بتقوله ده يا حاج ما يصحش الكلام ده. الله لمن لسانك يا بنت، وبطلي كده كده ولا مش كده. عموما الفلوس اللي بتدور عليها اهي. خد يا بنت، امسكي خدي الفلوس اللي انت عاوزاها، الفلوس اللي يملوا عينيكي ويفكروك انت مين. امسكي يا بنت. ايه يا حاج الطريقة دي؟ أنا كنت عملت حاجة يعني؟ عملتي؟ أنت عملت كتير كتير أوي أوي أوي. أوعي يا بنت تفتكري إن أنا مش واخد بالي من نظرة عينيكي اللي بتفضلي مثبتاها عليا وأنا برفع اللقمة من على الترابيزة وكأنك مستخسراها فيا. وسكة قلبك خلي التراب المدافن أنضف من الفرشة اللي أنا بنام فيها هنا. ما يصحش كده يا حاج بدر. إيه الكلام ده؟ لقمة ايه وكلام فارغ ايه؟ انا عمري قصرت معاك في حاجة؟ لا،
ابدا. انت عمرك قصرتي. عارفه بعمرت ايه يا بنت؟ بعمرت ما كنت بتضيعي هدومي وتيجي جري تقولي ضاعوا في الغسيل. مش كده برضه يا بنت؟ الهدوم ضاعت والله. اخرسي صاري كذب. هو تفتكر ان انا كنت باكل من الكلام ده ولا حركات النسوان دي كانت بتعدي عليا؟ لا انا كنت بعدي بس عشان خاطر عيون حلمي، لان انا اللي مربيه. بس يا خساره، نسيت اعلمه ازاي يختار عتبته، ازاي يختار مراته. يلا يا بنت غوري من هنا، روحي شوفي حالك واوعك اوعك تعتبي الاوضه دي تاني، فاهمه؟ غوري امشي. بتهزر يا احمد؟ في حاجه يا فندم؟ المشكله ان مفيش حاجه. ملف رحيم من ساعه ما خرج وهو مفيهوش حاجه، وخاتم بالقوه اللي خدتها ونزلت. ايه لازمه القوه امال؟ ما احنا يا فندم بدأ احمد حاجة. مش انا اللي اتقدم لي ملف زي ده. قول انك رحت بعد الحكايه ما خلصت زي اللي حصل في بولاق. يا فندم انا عارف، انا عارف وفاهم. رحيم تقيل عليك مش كده؟ تحب اشوف لك حد يشيل معاك؟ اللي تشوفه سعادتك. تفضل. احمد باشا، بدور عليك من بدري يا ريس. عايز انت كمان ما ينقصاك. في معلومات يا فندم ظهرت في القضيه الجديده وحضرتك لازم تعرفها. معلومات ايه؟ السلام عليكم. صدق الله العظيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبت البيت ليه يا حاج؟ ده حنان مخدود عليك، افتكرتك رجعت المدافن تاني. دي كانت هتنزل تدور عليك بنفسها. دي ولية سوي. عملت حاجة ضايقتك؟ ما تقدرش، ما تقدرش يا رحيم يا ابني. طول ما انت جنبي ما تقدرش. وهشام كمان يا حاج هيبات في حضنك الليلة. عرفت توصل؟ ايوه وهرجعه. بس خلي بالك من نفسك انت. انا ما عنديش استعداد اخسرك تاني يا رحيم. ليه يا حاج؟ انا محتاج لدعائك. بدعي لك يا ابني، والله بدعي لك، وبدعي ربنا كمان يقبل دعائي. هيقبل يا حاج ان شاء الله هيقبل. عارف يا رحيم، عارف انا بصلي من عندي كام سنه؟ كام؟ فاكر عمك مسعد؟ اوه الا فاكر. كنا كل ما نعمل مصيبه انا وهو يقول لي بقول لك ايه، انا عاوز اصلي بس مكسوف من ربنا. وبعدين في يوم قال لي بقول لك ايه يا بدر، ما تصلي معايا